في أي رياضة أخرى إلا ما يتبعوش بال الحكم الآن يفسر ما تلعبش تحت الحزام اللمسة التحية في انتظار الانطلاقة فايت انطلق الحكم بالزي الأبيض وهذه كما نقول كابتن كمال إذا كنت تسمع فينا إذا النزال بدأ لك الكلمة في التعليق الآن تفضل إذا حضرة الرياضيين أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد أنتم على دبليو تي في قناة الوسط في المباشر مع هذا النزال يجمع من ليبيا مالك الزناد ومن الأرجنتين إسكويل مادرنا أمامكم إذا على اليمين الزناد وعلى اليسار مادرنا الأرجنتيني اللقطات الأولى بالطبع أخذ ورد معاينة أولى لمسات خفيفة بالطبع جسنا من جهتين يسارية من جانب الزناد ربما هناك كما يعبر عنه فيروق الملاك باستفزاز بدائي أول للأرجنتيني نعرفوا الأرجنتينيين يمتازوا بنوعية خاصة من الملاكمة أذكر بالخصوص أوسكار بونافينا هذا الملاكم الصعب اللي ما يسقطش حتى بالضربة القاضية وما أسقطه وما وقع أسقاطه فوق الحلبة إلا من طرف محمد الكلاي أوسكار بونافينا على كل هذا النزال يجمع إذن مالك الزناد كما قلت لاعب 20 مقابل 20 نزال فوق في 19 بالضربة القاضية هذا مهم وفاز في المقابلة رقم 20 بالنقاط وهذا أهم أيضا إذا ما انهزمش في حتى مقابلة شوفوا هناك رد فعل من طرف إسكيفال لكن يدافع توخيرة الراس صحيحة فيها مراوغة فيها مراوغة ما يلزمش يقبل الزناد أي لمسة ما يلزمش تقبل لأنه نعرفوا الترقيم إلكتروني يلزم ثلاثة حكام يضغطوا في نفس الوقت على الحاسوب حتى تكون النقطة معناها واضحة الرقصة واضحة فوق الحلبة كما يعبر عنها الفنيين شوفوا رقصة جزاء صحيحة هايلة لمسة جيدة باليسار هناك استفزاز ما يعبر عنه الاسكيف واضح من طرف الزناد قاعد يقبل اسكيفال قاعد يقبل في هذه اللمسات أو هذه اللكمات شوفوا متتالية باليسار هذه طريقة الهجوم المسترسل والطريقة هذه من شأنها أن تدفع الخصم إلى الانفعال شوفوا مرة أخرى يستعمل كان في اليد اليسرى مسترسلة فعلا ممتازة الآن ويصبر فيه في وضعية صعبة في ركن من الحلبة وهذا هو المطلوب ربما المنافس عندما يكون في وضعية صعبة يفقد من حسياته يفقد من معنوياته يفقد أيضا حتى من اللكمات نتاعو ما واجهش إلى حد الآن إسكيفال لا هنا رد فعل أو فما رد فعل من طرف إسكيفال لكن يتقبلها شوفوا الرقصة نتاع الزناد الساق اليسرى أمامية واليمين على اليسار في حين يعتمد إسكيفال على الرقصة المتساوية المتوازنة معناها الرجلين لا يعود إسكيفال بنفس الطريقة ونهاية الجولة مع دقة الجرس بالطبع الماء والنصائح وهذه لقطات حية في الإعادة بالبث البطيء أو الفني إن صح التعبير شوفوا الزناد شوفوا اللكمات نتاعو مسترسلة باليسار يموه ثم هنا لكمة يسارية ثم يمينية هذا هو الهجوم المطلوب لأن هذه النوعية من اللكمات هي اللي تجعل الملاكم يسقط في الضربة القادمة ممتاز يلمس الوجه النصائح الجمهور حاضر التشجيعات كما قلت الدرموك الليبية في الموعد وهي شعبية أيضا ومعروفة وتشجع وكنا في الشباب ورقصنا على الدربوكة ورقصنا على المزمار ورقصنا على كل شيء خاصة في الانتصارات وهذا ما نتمناه للزناد انطلق الجولة الثانية عودة مع النزال هناك تمويه من طرف إسكيفال شوفوا طريقة الزناد اليمنى على الوجه واليسارية على مستوى الحزام لأنه يبحث عن اللكمة الصاعدة الليباركوت بلغة الملاكمة الأرجنتيني بليدين الاثنين قاعد يغطي على وجهه تغطية باليد اليمنى واليسرى في حين هناك استفزاز من طرف الزناد حتى يجبر منافسه من أن يبعد اليدين
وبالتالي يسمح له لا التحام غير مقبول غير قانوني. يدخل الحكم يقول ابتعد في هذه اللمسات، وبالطبع المصطلحات كلها بكلمات إنجليزية ومعروفة في لغة الملاكمة. كل رياضة عندها خاصية باللغة متاعها، في الجودو يابانية، في الكونغ فو الصينية، في المبارزة فرنسية، إلى غير ذلك. كل لغة عندها خاصياتها، خاصة في اللغة بريك، ابتعد، فايت، انطلق، إلى غير ذلك. ابتعد، شوف الابتسامة من طرف اسكيفال، ماذا يعني عن ذلك؟ ربما يحب يقول الخصم تاعو راني جاهز، راني جاهز، لكن المطلوب فوق الحلبة. فما مراوغة، يبتعد الزنات، ما يلزمش يقبل اللمسة، إعادة التحام من طرف اسكيفال، وهذا دليل ربما لبعض الأعياء. هذا دليل من بعض الأعياء قاعد يبحث الالتحام. شوفوا ما يبتعدش، ما يبتعدش من رغم اللي الحكم الداخل. شوف الحكم الداخل يقول له ابتعد، بريك، ابتعد من فضلك، وانطلق في اللقاء، وانطلق في النزال، وانطلق في اللمسات والحركات واللكمات. جميلة، جميلة من زناد، ممتازة. يسار يمين، يمين يسار، هذا مطلوب. هات اللكمة واضحة، اثنين ثلاثة أربعة في الوجه، ممتازة في الوجه. نعرفوا اللكمات على الوجه خاصة تكون مصابة تحت الأذن من أصعب اللكمات، ثم اللكمات الجانبية بالطبع فوق الحزام. كل هذا لأن هذا كان القانون الشيخاوي، أنا يقبل الزناد في بعض اللكمات. وما زالت 21 ثانية لنهاية هذه الجولة الثانية، فما التحام، فما ابتعاد نسبية، لكن الزناد يستعمل في نفس الطريقة. نشوف حتى على مستوى، بالرغم اللي فما فارق في القامة ما يبعدش بزوج سنتيمترات، إلا أن الزناد قاعد يعتمد في طريقة ذكية. ونهاية الجولة الثانية مع هذا النزال بين مالك الزناد 26 سنة وإسكويل ماديرنا من الأرجنتين. مالك الزناد هذا البطل الليبي المولود في 1993، أمامكم لقطات منه، وأكيد أن الشباب يتبع ويتفرج ويتواصل مع دبليو تي في قناة الوسط في هذه اللقطات الحية والمباشرة والخاصة بهذا النزال من بلجيكا. شوف الزناد ممتاز، ممتاز، هذه على مستوى الركن، على مستوى الزاوية، وهذا هو المطلوب. هي عادة، هي عادة، قلت يمين يسار، يسار يمين. الزناد قاعد يبعث في لكمات مسترسلة، وربما بشي تعب منافس، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. الماء واقي الأسنان والعودة فوق الحلبة. هذه الحلبة الطويلة هي تمشي من 4.90 أمتار إلى 6.10 أمتار بالطبع قانونية حسب المواصفات العالمية والأولمبية لهذه الرياضة اللي دخلت الأولمبياد سنة 1904، معناها من أول الرياضات في هذه المواعيد العامة. جميلة، جميلة زناد، ممتاز ومرتاح في نفس الوقت، مرتاح الزناد، يلعب بكل سهولة، يقبل الآن ما يلزمش يقبل، لازم يعرض، يا بد من التغطية، التغطية لازم تكون جميلة على مستوى اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ممتازة، ممتازة. هذه اللكمة مباشرة، مباشرة، ما فيها حتى كلام، يحسب له الحكم، العب، هز وجهك من فضلك، لأنه الأرجنتيني قاعد يخبي في الوجه نتاعو، قاعد يبتعد بالوجه وهذا ممنوع، لذلك الحكم مشاله وقال له أرفع وجهك من فضلك، حتى تكون الأمور قانونية حسب المواصفات الفنية لرياضة الفن النبيل الملاكمة. وأنتم على المباشر أعزائي المشاهدين، أنتم في متابعة جميلة. جميل يا مالك، واصل، واصل، ممتازة، لقطة اثنين ثلاثة، هذه الرابعة، يبتعد، يبتعد الأرجنتيني. هناك نوعية الابتعاد أو المراوغة من طرف الأرجنتيني، على مستوى الحزام يبتعد أخف، لكن مالك الزناد قاعد يبحث في اللكمات اللي من فوق، معناها على مستوى الوجه. شوف يعرض هنا، أنا كالتحام، لا، اللمسة غير قانونية، ينبهه الحكم يقول له ابتعد، لأنه اللكمة الزايدة فيها إنذار أيضا، فيها إنذار. هنا
لمسة يقبلها سماد وفيها لا التعب لأنه يقول له ألعب من فضلك ما تخالفش القانون كن مستعد لا بد من اللعب بالطريقة القانونية والفنية المطلوبة في عالم الملاكمة عالم الفن النبيل التحام أيضا وهذا أن دل على شيء يدل ربما على نوعية من الإرهاق وتأتي أكيد لأنه الملاكم بقدر ما هو يعطي نوعية تصرف في عضلاته في لكماته في استعداده البدني إلا أن بعض اللكمات اللي تكون مسترسلة وتكون معناها متتالية هي اللي تجبر الملاكم باش يغير الساق نتاعه جميلة من الزناد قاعد يهاجم يبحث الآن عن الضربة القاضية هل تأتي قبل 20 ثانية من الجولة الثالثة أمامكم الزناد على يسار الشاشة بهذا الزي الأسود والأصفر وفي المقابل الأرجنتيني بالزي الأخضر ولو أن زي الأرجنتين هو أزرق وأبيض كما عرفناه في كرة القدم ونهاية الجولة الثالثة ممتاز إلى حد الآن هجومات مسترسلة شوفوا الزناد في الدفاع خاصة في الدفاع ممتاز هنا عملية الالتحام من طرف الأرجنتيني غير قانونية يبحث فيها على نوع من الراحة هاي اللكمة اثنين ممتاز على الوجه لو كانت الثالثة لهنا لكانت تكون ضربة قاضية لأنه يفقد فيها الملاكم أولا التوازن في هذه اللكمة الثالثة أكيد عرف بدأ يدخل في صلب أو في جوهر الموضوع كما يحلو لبعض التعبير الزناد من خلال هذه الهجومات المسترسلة أو هذه اللكمات شوف قاعد يبتعد الأرجنتيني إسكيفيل ماديرنا هو المصنف 79 في العالم أمام الليبي الزناد ملك 45 على العالم من مجموع 1133 ملاكم شيء جميل شيء مشجع إن دل شيء يدل على مدى استعداد وتقدم هذا الملاكم من أول مرة من أول موعد دخل فيه في الملاكمة وكانت انطلاقته في مالطا وجلب فيها الانتباه الشيء اللي أدى رئيس مالطا يعطيه هذا درع التميز نظرا وتقديرا للمسيرة الحافلة أنا هجوم لا تعثر من جارب مالك يفقد التوازن لا بأس يرجع استغل باش الأرجنتيني يجبره على الزاوية لكن مالك بذكاء يخرج من هذه الوضعية الصعبة يخرج مالك من هذه الوضعية الصعبة في هذه اللحظة بالذات ويعود مالك للهجوم شوفوا يبحث الأرجنتيني ربما حب يبحث عن المباغتة صعيبة هي في الملاكمة بعد أربع جولات تبحث عن المباغتة بهذا النسق نسق البدني نسق وتسلسل العضلات في الجسم من شأنه أن تبعث لا هذا يبعث ينبه الحكم هذا التنبيه الثالثة والرابعة يقول له ألعب من فضلك ما تبتعدش ما تهربش ألعب قانونيا وكن في الموعد وهذه طريقة كما قلت باش يختار فيها الملاكم ياخذ نوع من الراحة هاو يعطي لكمة ممتازة من مالك ممتازة يسار إلى حد الآن اليسارية لمالك الكل ناجحة ويغطي باليمين على مستوى الرقبة وهذه الطريقة معروفة في التغطية على مستوى الرقبة هي طريقة الملاكم تايسون الحين هناك من يخير الطريقة الزاوية متاع 30 درجة وهي طريقة جيف فورمان وكذلك الطريقة على مستوى الحزام وما فوق وهي طريقة نسيم حمد البطل العربي المعروف في فن رياضة الملاكمة في حين على مستوى الرقصات فوق الحلبة يبقى محمد علي الكلاي هو الأول يمتاز في هذه الفنيات ويوجه اللكمة من أي مكان وبدون بالطبع استشارة الخصم وهذا واضح نسيم يعود إذا مالك الزناد وهذا يوجه في لكمات لكن حذري ما يزموش يخلي الفراغ أو ثغرة لإسكيفال على مستوى الوش لأنه هنا في الحالة هذه
بعد اليد اليمين على مستوى الوجه اللي كانت هي في التغطية. شوفوا الزناد اليد اليمنى على مستوى الصدر، ربما يحب يستغلها اسكيفال، لكن الزناد اليد اليسرى هي اللي تخدم أكثر، وفي المباغتة خاصة في الاسكيف في المراوغة الزناد أيه ممتازة. مباشرة مرة أخرى، جميلة. أي زناد واصل 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 على الزاوية، الحكم ينادي ويقول لا، لأن دقة الجرس حكمت على النهاية، نهاية هذه الجولة. شوفوا اللكمات مسترسلة، خاصة لو اللكمة اليمنى كانت كاملة لكانت تكون قادرة. لو كانت كاملة كانت نص، وبالطبع مع العرق ربما انزلاق نسبي للقفاز، وهذا شيء يعطي معناها يقع. لهذا كلام نشوف عن الملاكمين يقوموا بوضع بعض الأدوية هذا المرهم حتى يزيل الانزلاق ويزيل يخفف من العرق، خاصة في رد الملاكمة اللي تتطلب استعداد بدني ممتاز. شوف هاي اللكمة اللي كانت جميلة من طرف مالك الزناد أمام اسكيفال مديرنا الليبي أمام الأرجنتيني. الجولة الخامسة أعزائي الرياضيين، وأنتم دائما على دبليو تي في قناة الوسط في هذا النقل الحي والمباشر لهذا النزال، نزال مالك الزناد من ليبيا واسكيفال مديرنا من الأرجنتين. إذا حوار إفريقي عربي آسيوي جنوب أمريكي في هذا اللقاء فوق الحلبة. ما يلزمش يقبل الزناد، يعود الزناد، شوفوا يبحث في اللقمة الصاعدة لبركوت ربما ولو بطريقة معناها جانبية، لكن لمس الوجه عنده قيمة، لمس الخصم وكلها تتسجل. نعرفوا في هذا الترقيم الإلكتروني ثلاثة ميقاتين، ثلاثة حكام يلزم يكون الضغط نتاعهم في نفس الوقت، هما أربعة وهناك القاضي، وبالطبع الوضعية نتاعهم تكون واضحة حسب الركن، ركن أبيض، ركن أزرق والركن الأحمر. في هذه الحلبة شوفوا الحبال هذيك الواقية هي قانونية بالطبع، وفيها حتى ابتعاد من الأرض من 76 سنتيمتر إلى متر 31 إلى غير ذلك. بالطبع هذه أمور فنية ودقيقة يعرفها أهل الفن النبيل، أهل الملاكمة وخاصياتها في هذه الرياضة. مليك جميلة ليبركوت بحث عليها باليمين هذه المرة، باليد اليمنى والقفاز الأبيض لمالك الزناد أمامكم على يمين الشاشة، أمام اسكيفال على يسار الشاشة الأرجنتيني. الجولة الخامسة التحام، يدخل الحكم بريك ابتعد وينبهوا يقولوا بالطبع باللغة المعروفة كلينش التحام، لا غير مقبول كما قلت في من خلال هذا الوصف. أعزائي المشاهدين شوفوا الالتحام، ابحث ادخل الحكم هذا يقول الحكم، فعلا هناك وقع الأسنان لابد من وضعه كما ينبغي وتحت مراقبة الحكم، شوفوا تشجيع الجمهور حاضر، من فك يشجع من حجرة الأحماء إلى الحلبة إلى جانب الحلبة في هذه المقابلة في هذا النزال. جميلة من زينات، رغم اللي عنده اسكيفال قاعد يقبل، وفي بعض الأحيان مديرنا يحاول باش يوجه لكمات، لابد على مالك أن يحافظ على هذا التوازن، والمحافظة على التوازن بالطبع يتطلب قدرة ويتطلب لياقة بدنية كبيرة. نهاية الجولة الخامسة، هذا هو البطل الليبي، وهذه لقطات إعادة للجولة السابقة.
شوفوا يحاول وبالتبع هناك لمسات يقبل أرجنتيني يحاول باش يرجع باليسار لكن ما توصلش اللكمة نتاعو لأنه مركز أقوى وأسرع منه خاصة في الرجوع إلى الخلف ويراوغ به دائما في وقت مناسب اللي هو ما ينتظرش فيه الخصم الراحة بالطبع النصائح الماء هذا الوعاء لابد منه وضع الماء بالطبع الملاكم ما يغادرش القفاز نتاعو لأن وقعت مراقبة القفاز من طرف الحكام وخاصة الحكم الرئيسي اللي هو فوق الحلبة وينبه فيه مرة أخرى أرفع رأسك أرفع رأس لأنه قاعد يكون بعملية اللجوء إلى وضع الرأس في طريقة أو في وضعية غير قانونية الأرجنتيني اسكيفيل مادرنا أمام ملك زناد البطل الليبي هناك لمسة من الأرجنتيني يرد عليه الفعل بالطبع مالك الزناد شوف دائما نفس الطريقة المالك الساق اليسرى أمامية واليمنى من الخلف في حين يغير اسكيفيل الرقصة نتاعو شوفوا متساوي أنا في الرجلين ثم يعود إلى طريقة اليسار من الأول واليمين من الخلف ربما باش يكون متساوي مع مالك لكن مالك قاعد يستغل نشوفوا هذيك تعريض الوجه ربما فيها نوع من الاستفزاز كأنه يقول للملاكم تفضل اضرب لكن هو يكون أسرع هاي كيما لقتات هاي واضحة هاي واضحة كان الوجه مكشوف لأن مالك يعود بقوة يعود بسرعة يوزع يعطي اللكمة هاي يمينية الآن لا التحال ابتعد بريك من فضلك ألعب قوم بالتغطية على مستوى الرقبة الأرجنتيني جميلة من مالك تحت رقابة ورعاية وأنظار الحكم الرئيسي بهذا الزي الجميل والأنيق والمعروف في فن النبيل هذا القميص الأبيض وإن صح التعبير هذه الفراشة السوداء اللي تعوض رقبة القميص والبنطلون الأسود هذا الزي تبع قانوني لكن شوفوا مراوغة قاعد يبتعد الأرجنتيني ربما يحب يأخذ من الراحة لكن لازم يستغل الفرصة هنا الليبي مالك الزناد يستغل الفرصة لأنه ثم نوعية من عدم التوازن لمستوى الساقين بالنسبة للأرجنتيني شوفوا في طريقة الابتعاد يبحث على الراحة حتى يعود إلى طريقته الأساسية الطريقة الأولى لكن الزناد يبحث باش يعاود يرجعه في الطريقة اللي هي تسهل له الهجوم وتسهل له وضع اللكمات ولمس الوجه بالأساس لتكون لكماتها أكثر حسابيا وأنجع بالنسبة للأمور الفنية رد فعل وجميل الآن جميلة يبتعد 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 الأرجنتين لو لمست هذه اللكمة لكانت قاضية الجولة السادسة إعادة شوفوا مالك يراوغ يبتعد لو كان لمست هذه اللكمة لكانت تكون فيها نتيجة واضحة لا نبتعد نوصل أعزائي المشاهدين حضرات الرياضيين عشاق الفن النبيل دائما على الدبليو تي في قناة الوسط في هذا النقل وزناد مليك ممتازة الراحة وهذا المنديل نقول احنا في كرة القدم الاسفنج السحري في الملاكمة المنديل السحري اللي يعطي الهواء للملاكم حتى ياخذ نصيبه من الهواء نشوفوا احنا حتى طريقة العرق على الجسم هي قطرات متكونة من الماء وهذا تقع إزالته بالطبع من الدواء أو المرهم اللي حطه الملاكم على جسمه
حتى تكون القطرات ما تقلقش، في بعض الأحيان لا تقلق الملاكم. الجولة السابعة، 3 دقائق من الحوار. هذا نداء، ألعب باليد اليمنى، ألعب يا اسكيفال، تقدم يا مدرنا، أنا حاضر. مراوغة، يراوغ اسكيفال، يبتعد يبتعد، يلمسه مليك، ممتازة من مليك، عاد يوجه. إلى حد الآن استعداد طيب، استعداد ممتاز، استعداد جيد. رد فعل من اسكيفال في بعض الأحيان، وربما يبحث عن المفاجأة، يبحث عن ثغرة حتى يحدث ما يعبر عنه بالمفاجأة، وهذه صارت في بعض الأحيان، وعادة ما تكون في الجولات الأخيرة، عندما يكون ملاكم يتقدم يتقدم ألا تجيه مفاجأة، نتيجة عثرة، نتيجة ثغرة، نتيجة انزلاق، نتيجة عدم توازن في الساقين، ابتعاد الساقين على مستوى الحلبة. شوفوا لحد الآن التوازن بالنسبة للزينات واضح، دائما اليسار يمين، يرجع أيضا مديرنا نفس الطريقة لكن بطريقة متساوية نسبيا على طريقة الزينات، اللي يخير يسبق اليسار أكثر دائما مسترسل، مع المحافظة على تخطيط الوجهة باليمين من العمق إلى الوجه. واضحة هنا ما يعبر عنه بالاستفزاز الرياضي، أي نداء، تفضل تقدم، أنا جاهز، أنا حاضر. لكن الملاكم الخصم دائما هو أيضا بدوره يفكر، يفكر كيف يكون، يقدم ما يقدمش، يأتي اللكمة ما مدتش اللكمة إلى غير ذلك. هذا كل من فنيات، من خاصيات الملاكمة. أعزائي المشاهدين، ألعب الحكم من الداخل في كل لقطة، شوف حتى تحركات الحكم، يجب يكون يتحرك مع كل تحركات الملاكمين الاثنين، علاش؟ يجب يثبت فلكمات قانونية مش قانونية، إضافة بالطبع إلى القضاة، وهي لغة الملاكمة يسموه الحكام، هما قضاة وحكام أيضا في نفس الوقت. هذه التسمية الفنية حسب المصطلحات المعروفة في الجامعة الدولية للملاكمة، كما قلت هذه الرياضة اللي تدخل أو دخلت الألعاب الأولمبية من سنة 1904. زنات يتقدم، شوف يحب ربما يضع منافسه في وضعية صعبة، يهرب يهرب أنا يهرب مديرنا، يفلت من الزاوية، يفلت من الزاوية من الركن الأحمر. حتى نشوف الإعادة، نلاحظوا الإعادة، أي أي جميلة. لو كان الوضعية كانت في الحلبة في الزاوية لكانت تكون كافية لإعطاء أسبقية بعد الإعادة من الجولة السابقة. يلمسوا هنا، هنا المراوغات بدأت تتغير مع التقدم في الجولات، تتغير الأمور الفنية بالطبع. هناك تصرف جديد، التصرف البدني ما يعبر عنه في العضلات، في القيمة، في القوة تاع الملاكم، مش كيما الملاكم في الجولة الأولى، كيما الملاكم في الجولة الثالثة أو الملاكم في الجولة الخامسة، ونحن نعيش الجولة الثامنة في هذا النزال. إذا مع تقدم الجولات يصبح التصرف في القوة، في القوة تاع الملاكم بطريقة يعرفها كالكوتش، وخاصة المعد البدني كيفاش يتصرف، كيفاش يزمو يلعب، خاصة يزمو يحافظ إلى نهاية. دائما نحط الملاكم أنه المقابلة باش تسير، باش تمشي حتى نهاية الجولات، يقع بالطبع اللجوء إلى احتساب النقاط في الحال هذه، إلا في صورة هناك ضربة قاضية أو إيقاف من الحكم، أو إيقاف أيضا من الطبيب، أو إيقاف أيضا من الخصم برمي المنديل. وهذه الحالات المعروفة في رياضة الملاكمة، حتى الطبيب عنده دور، إذا كان يلاحظ ثم ملاكم في خطر هو يوقف المقابلة، هذا معروف. نعود مليك،
ماديرا. هذا هو النزال أمامكم أعزائي المشاهدين. تشجيع من الحضور الليبي في هذا الموعد، في هذه الأمسية الرياضية، أمسية الفن النبيل والمراوغة. يبحث لحد الآن الأرجنتين يبتعد أكثر ما يمكن. ربما هناك خوف، خوف من هجوم يكون ساحق من طرف مالك زناد. ممتازة، ثلاثة لكمات مسترسلة، ثلاثة لكمات مسترسلة مسترسلة في هذه الجولة الثامنة. هناك بالطبع هذا التشابك في بالأيدي ما يعبر عنه بالقطع ومقطوع معروف، لكن بدون أي احتساب، وهي طريقة للمسة. شفتوا دائما في التغطية الأرجنتيني يبتعد على الوجه، وهي الطريقة في الانطلاقة، انطلاقة اللكمات من الحزام وما فوق، لكن دائما محافظ الزنات بالطريقة اليسرى. ابتعد من فضلك الحكم الداخل بريك. جميلة في هذه اللقطة، لكن على مستوى نصف الحلبة يبحث دائما الزناد مراوغة. مراوغة جميلة هي المراوغة، عندما اللكمة ما توصلش للخصم تعب صاحب المبادرة، تعب، وهذا يقع استغلاله من طرف المقابل. جميلة جميلة باليسار، باليسرى مشات. شوفوا المسترسل قاعد يبحث في التحام، ابتعد الحكم ونهاية الجولة. وهذه لقطات حية بالعرض البطيء أو العرض الفني إن صح التعبير، لما فات لما أتى ولما عشنا ولما عشت. أعزائي المشاهدين دائما شوف مسترسلة يسار يسار ويمين، لو كانت الرابعة لكانت أنا مراوغة. مراوغة جميلة من مليك، يبتعد بالطبع في المراوغة. نشوف اليد نتاع الطرف المقابل أي الأرجنتيني عندما تمشي فوق الراس بهذا القوس الكبير، التعب التعب، صيحات أغاني وتشجيعات في هذا الحضور. إزالة كرسي الراحة والماء والوعاء وكل شيء وانطلاق الجولة التاسعة. الأمور إلى حد الآن التفوق واضح لصالح مليك بالطبع. دائما ننتظر، وكم عشنا في عدة مقابلات تكون فيها العين المجردة واضحة مع اللقطات مع اللكمات مع التحركات، ومع أيضا أرفع وجهك والعب، لأنه فيه أنذار. هنا أرفع وجهك، شوفوا الأرجنتيني دائما قاعد يبحث بنفس الطريقة، ما غيرش، ربما يبحث أيضا في مفاجأة يبحث فيه. لكن فعلا زناد مليك موجود متواجد على عيد المكان، في نفس المكان فوق الحلبة يراوغ يسدد. وهنا فما لمسة من اسكيفال ويتبعها، فما التحام يدخل الحكم يتم الأرجنتيني الابتعاد لأنه هو اللي قام بالالتحام في هذه اللقطة. جميلة، لا ابتعد ثم صيح واضح واضح، نوع من الإعياء نوع من التعب. نحن نعيش الجولة التاسعة، وبالطبع لأنه كل لمسة لازم تكون مدروسة، ما يلزمش يتعب ما يعبر عنه في الملاكمة التعب المضاعف. إذا اللمسة ما توصلش يتعب الملاكم من تسديد اللكمة ومن المضاعف نتاعها، لأنه قام بمجهودين في مجهود واحد.
جميلة جميلة من مليك. هناك الالتحام واضح، الالتحام يدل على شيء، يدل على نوع الإرهاق، نوع الأعياء، ونوع ربما الانتظار، انتظار الجرس حتى يزيد ياخذ شوية راحة الملاكم. وهذا معروف، هذا معروف، لأن هذه ملاكمة محترفة بالطبع، على عكس الملاكمة الهواة في الألعاب الأولمبية، هي ثلاثة جولات فقط. الآن دائما أرجنتين يبحث، وفما دفاع، فما دفاع، هنا لمسة من طرف الأرجنتيني لمليك، على مليك أن يغطي أكثر الآن، خاصة باليد اليمنى اللي كان يستعملها جيد وبطريقة جيدة. لمسة ممتاز، هذه مراوغة، هو يحط باليد اليسرى، لكن الأرجنتيني كان ينتظر في اليسرى لكن يلبسه باليد اليمنى. هذه من نوعية المراوغات اللي تؤدي أو تكون فيها ضربة قاذرة أو ما يشابه ذلك. أعياء حبيت نقول، أنا يدخل الحكم ويبدأ يحتسب الطبق، ويحتسب العشرة في الضربة القاذرة، لكن يحتسب حتى الأربعة هناك، لأنه فما أعياء، فما لمسة أثرت على الخصم، أثرت على الملاكم، أثرت على الطرف المقابل إلى غير ذلك. هذه اللقطات دائما من الجولة الفارطة. هاي النكمة ممتازة باليمين، يبتعد الأرجنتيني يمشي للركن، الركن. الجولة العاشرة والتحية الكلاسيكية بالقفاز، لمس القفاز وانطلاق، انطلاق الجولة. جميلة، مراوغة، استعداد جيد الآن في هذه الجولة. بالرغم من الإرهاق، مليك يدخل في هذه الجولة بقوة، اللحظات الأولى، الثواني الأولى، نفس الطريقة. الأرجنتيني مش مغطي، يلعب بطريقة الابتعاد على الوجه، ربما هي طريقة استفزاز، لكن بكل ذكاء مليك قاد يستغل في هذه الوضعية حتى ما يقعش في هذا الفخ، واللي بالطبع ما يعرفه كان ملاكم عنده قيمة، ملاكم متمرس، ملاكم عنده أيضا خبرة في هذا المربع فوق هذه الحلبة. التحام، ابتعد ابتعد، لا بالطبع واضح، ابتعد، شفتوا الأرجنتيني يبحث عن الراحة، واضح واضح، حتى نشوف حتى كيفية الطريقة، شوف هذه لا غير قانونية، هو يلتحم وفي نفس الوقت يعطي لك ما بالخلفية، ذيك ممنوعة غير قانونية ومخالف لمواصفات وبالطبع قانون وقوانين هذه اللعبة. شوف هذه زايدة زايدة، لا شوف الحكم، حتى القاضي إذا ما يشوف القاضي، القاضي الركن. ممتازة، لمسة على الوجهة الثانية، ثانية ممتازة، ثانية ثانية ثالثة الرابعة، ممتازة ممتازة من مليك، ممتازة هايلة، واضح، وصل وصل وصل، جميلة جميلة، يسقط يسقط، الاحتساب الاحتساب الآن الاحتساب، الحكم كل ولعب ألعب، جميل جميل، الهجوم الأخير جميل، ورايا رايا رايا الآن رايا مليك في هذا الهجوم، ابتعد ابتعد، التحام غير قانوني، ألعب من فضلك بكل ابتسامة. أيوة الحكم واضح واضح واضح، ألعب، صاحب القميص الأبيض يتدخل ويعود اللقاء، يعود النزال، تعود الفرجة، تعود اللقطات الحية من مليك زيناد البطل الليبي في هذا النزال، في هذا اللقاء، واضحة واضحة اللقطة، واضحة، ابتعد وباش يحسب له الحكم، ألعب ألعب وإلا أنت المخطئ، هو قام بعدة أخطاء، ستسجل ستسجل بالطبع في السجل السلبي، في الركن السلبي من الورقة الخاصة بهذا الملاكم الأرجنتيني إسكيفيل ماديرنا. ابتعد، هاو التحام آخر، 10 ثواني، 9 ثواني، 7 ثواني، مليك يعطيه اللكمة واضحة، ما تسجلش، يلتحم يحب يرتاح،
ومليء مليء ممتاز، خاصة في الجولة هذه، خاصة في هذه الجولة الأخيرة، خاصة في هذه الجولة الأخيرة كان ممتاز، كان رائع، كان أدق، كان أسرع. لكمات مسترسلة يمين يسار، خاصة اليسار، استعمل اليد اليسرى أكثر من اليد اليمنى ونجح فيها على عكس الأرجنتيني، كان أنا الوجه نتاعو كان مكشوف، حب يلعب ربما بطريقة الاستفزاز العادي وبحث على البركوت الطبيعي، لكن استعداد مليك كان أحسن. شوفوا في هذه اللقطات، هاي الإعادة، هاي الإعادة، شوفوا في هذه الإعادة، شوفوا مليك يبحث ووجه له لكمة، هذه اللكمة لو كانت اللكمة الثالثة مسترسلة لكانت قاضية، قاضية بالطبع بلغة الولادة، بلغة الفن النبيل، بلغته يسقط، شوفك يسقط الملاكم، هي نتيجة اللكمات المسترسلة المتتالية من طرف مليك، من طرف مليك، هذه اللكمة النازلة إن صح التعبير لأن ما جات من تحت الفوق، جات من فوق إلى تحت، وهذا هو معروف في رياضة الفن النبيل. مليك يشعر بأنه لعب أحسن، كان أدق، كان أسرع، لكن ننتظر دائما حتى الأرجنتيني يعبر عن فرحته، قام بالمجهود أكيد، انتزاع القفاز، شوفوا هذا الواقي المعبر عنه بهذا الصماغ الصحي اللي ساعد على المحافظة على اليدين خاصة على مستوى الشرايين، لأنه في استعمال اليد الشرايين هي اللي تستعمل أكثر مع العضلات وكل شيء بالطبع يدور في المخ وهو المحرك الأساسي لجسم الإنسان، ومنها تأتي كل الحركات وكل الانتظارات وكل المسافحة الكلاسيكية والطبيعية والعادية وخاصة منها الرياضية، هذه بالطبع بعيدة، هذا الجرح عادي، فما الجرح الصعب، والجرح الصعب هو يعرفون الملاكمين السواد، السواد العين أو ما يعبر عنه بلغة الملاكمة عين الحمامة، وهذا هو المخ لأنه فيه تصبح فيه رؤية مضاعفة، ما يعبر عنه الرؤية المضاعفة، وهذا ما يحبوش لو الملاكم تجي يفقد التوازن تاعه، يفقد الرؤية إلى غير ذلك، هذه ما يعبر بخبشة صغيرة إن صح التعبير. والإعلان عن النتيجة بالتدقيق مع سبيكر المقابلة في هذا اللقاء، الحكم لابد أن يمسك الملاكمين الاثنين، على اليمين الشاشة مليك زيناد، وعلى يسار الشاشة اسكيفال ماديرنو الأرجنتيني بالأخضر والليبي بزي الأسود والأصفر، والحكم كالعادة تفسيرات. مالك زيناد ويحقق يضاعف الرقم نتاعو، يزيد في العداد نتاعو، العداد الرياضي، ويصبح اذا في هذا الموعد رقم 21، رقم 21 تفوق على 21، إذا 19 بالضربة القاضية، وهذا التفوق الثاني في رصيده بالنقاط، فرحة، رفع على الأعناق الجالية اللي بيه في الموعد، نعم.